اتأخرت يعني يا رشوان. يا سيدي هو قال على باله. اسمع انت، انا النهارده روحي في مناخيري مش طايق اسمع منك ولا كلمة. بقول لكم ايه، لو كنتوا جايين تتخانقوا نقوم نفضها سيرة ونمشي. يعني ما انت سامع اللي بيقوله، ولازم يعني كل ما اجي يسمي بدن الكلمتين. فتك من دول، انا خلاص هطب بسابق مش هنطب تاني. يا رشوان، انت لما طلبت تقابلنا قلت ان عندك اخبار جديده. عندي. طب ما تقول يا اخي. بس لما اتاكد الاول. الله، ايه الحكايه يا رشوان؟ ما تتكلم يا اخي، اذا كان عندك حاجه او وصلت لحاجه جديده. المهله اللي مديها لنا الباشا الكبير عماله تمر يوم ورا التاني، عايزين نخلص من المصيبه دي. هو احنا مش معاك فيها ولا ايه؟ انا شاكك ان ورا العمليه دي المعلمه بشراع، وكلها يوم ولا يومين وهيجيلي الخبر الاكيد. واحنا لسه هنستنى يوم ولا اتنين لحد ما يجيلك الخبر الاكيد وتعرف وتتاكد. مش احسن ما بلط في الخط وانام في العسل زي تنابلة السلطان؟ رشوان، مش عايزين غلط في الكلام. ودك منه عزام، بكره يعرف من فين اللي نام في العسل نوم. وفي ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه خلصت يا رشوان، خلصت. اللي لا ضيق الساعه 12 بالليل العربيه هتكون عندي قدام المخازن بتاعتي وفيها كل البضاعه. صحيح الكلام اللي بيقوله ده يا عصام؟ بعدين هنروح النهارده في نص الليل عند عنتر وهنشوف. وقتها هتعرف يا رشوان، هتعرف مين عنتر الشندويلي اللي يجيب الديب من ديله ومن دماغه كمان. طب يلا بينا بقى عنتر عشان نلحق نروح عندك ونخلص من الحكايه دي. استنى يا عزام، استنى. لو رشوان بيكتب لنا شيك ب 23,000 جنيه و500. نعم يا اخويا، ودول بتوع ايه ان شاء الله؟ حق المعلمه انشراح اللي انت عايز تلهفه منها. اهم حاجه في كل ده ان التنفيذ يبقى على الشعره وكله هيبقى زي الورد ان شاء الله. ربك يسهلها ان شاء الله. مهم اول ما تخلص مع عنتر كلمني على طول. حصل ابو صلاح. جاهز يا زين؟ سيبها على خالك. بركه، بركه. اول ما نمشي تقفل انت هنا وتروح مع الاستاذ صلاح وتنفذ اللي يقول لك عليه بالحرف. حاضر يا حبيبي. يلا نشوفكم على خير. يلا بينا زين. مع السلامه. اتفضلوا يا بهاء لحد ما توصل العربيه. توصل العربيه؟ دي لو وصلت. هتوصل يا رشوان، هتوصل. مش وقت الكلام ده يا اخوانا، يلا نخش جوه الاول، اتفضلوا. اهلا اهلا يا بهواج. اتفضلوا ارتاحوا. ايه؟ تشربوا حاجه؟ احنا مش جايين نتضايف هنا يا سي عنتر. براحتك يا اخوي. مش المفروض ان احنا كنا نبلغ عدل بيه؟ مش تستنى الاول لما نشوف اذا كان في عربيه ولا لا؟ انا بلغته زمان على وصول. بلغته؟ طبعا، مش معقول نعمله حاجه من غير علم الباشا، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. اهلا اهلا يا عدلي بيه، اهلا وسهلا. يا ضو النور يا ضو النور. اهلا اهلا يا عدلي بيه، اتفضل. ازيك يا عمرو؟ الحمد لله. ازيك يا عزام؟ يا باشا. ازيك يا رشوان؟ على فكرة عنتر، الباشا مبسوط منك قوي وبيبلغك تحياته. ربنا يخليه لينا يا باشا. يا اساتذة، أخباركم إيه؟ العربية وصلت ولا لسه؟ على وصول يا باشا، كلنا منتظرينها. قول لي،
الولد اللي سرق العربية ده يعرف ايه اللي جواها؟ ما افتكرش يا باشا، ما جابليش يعني سيرة حاجة زي دي. ما يمكن بيلعبك. تعبني؟ ما اظنش يا باشا. ما فيش حاجة اسمها ظن وما اظنش في الشغل بتاعنا. وانت شايف ايه يا عدل بيه؟ انا شايف ان انت اول ما تستلموا العربية وتتأكدوا من حاجة اللي جواها تخلصوا من الولد ده وترموه في اي صبة اسمنت. هو ده عين العقل يا عدل بيه. بس انا اديته كلمتي وعدته بالامان. دي اوامر الباشا الكبير يا عنتر. اوامر الباشا الكبير سيف فوق رقابينا كلنا ولازم تتنفذ. ولا عايز تكسر اوامر الباشا الكبير؟ لا يا عدل بيه، احنا كلنا تحت امر الباشا الكبير. ايوه. حربي وصل يا عنتر بيه. يلا يا بهوات اتفضل. ايه ده؟ امال فين التريلا يا سعنتر؟ مش انا قلت لك الواد ده نصاب وهيضحك عليك؟ مساء الخير يا بهوات. التريلا فين يا حربي؟ موجودة يا باشا، موجودة في الحفظ والسوق. هي فين؟ تسلمني فلوس المعلمة انشرح الأول، التريلا تكون عندك هنا في غمضة عين. أنت بتتشرط عليا يا حربي؟ ما عاش ولا كان اللي اتشرط عليك يا باشا، بس ده كان اتفقنا من الأول يعني، واللي أوله شرط آخره نور. سلمني الفلوس أسلمك التريلا على طول. ها؟ فين الفلوس بقى يا باشا عشان يعني نلحق نمشي على طول؟ فين؟ أيوه يا عنتر بيه. هات الشيك من رشوان بيه. مش لما تيجي العربية الأول ولا هو كلامه وخلاص. رشوان اديله الشيك يا رشوان. تحت أمر سعادتك. هو عزام بيه معاكم في اللعبة دي؟ خليك في حالك. ومين الجدع المحترم اللي واقف هناك ده؟ ملكش صالح. الشيك عنتر بيه. فلوسك. ولو ان يا باشا كنت افضل يعني ان الفلوس تبقى كاش، بس مش مشكله، مقبوله منك عن تربيه. التريلا فين حالا؟ اهدى ثانيه واحده والتريلا هيكون قدام عينيك. حرب المهدي قد كلمته. ها؟ تريلا بالحديد قدام عينيك زي ما قلت لك اهو. عداني لعب وازح انا. ها؟ هاي السلام عليكم. استنى عندك انت وهو. خلصوا عليهم يا رجاله. استنى يا رشوان. قبل ما نخلص عليهم نتاكد الاول ان الحاجه كلها في العربيه. برعي انت وحنفي ومفيد راجعوا الحاجه اللي في العربيه. كده يا فالح هنتصرف ازاي في النصيبه اللي احنا فيها دي يا عم الفصيح؟ اهدى زين اهدى. ليه كده يا عنتر بيه؟ ده من امنك لم تخونه لو كنت خاين يا جدع. الامثله الشعبيه الخايبه دي تقولها عندكم في الحاره هناك.
انما عندنا هنا الكلام ده ما يجيبش هام وقت منك له. واللي يلعب لعبه مع الكبار ما هوش قدها لازم اخرته تبقى كده. كده عنتر بيه بقى هي دي كلمتك؟ غصب عني يا حبيبي صدقني غصب عني. رشوان بيه رشوان بيه. ها لقيت الحاجه؟ لا لا يعني ايه لا؟ هنا الحديد لكن لا خالص. ازاي الكلام ده؟ ايه ده؟ يعني ايه مش موجود؟ مش موجود يا باشا. يعني ايه مش موجود؟ مش عارف. فين البضاعة يا حرب؟ ما الحديد يا باشا قدام عينيك في التريلا اهو. حديد ايه؟ انا بسألك على البضاعة التانية. البضاعة التانية؟ البضاعة التانية ايه بقى؟ زين هو كان في بضاعة تانية في التريلا؟ بضاعة انا مش عارف ما اعرفش حاجة عن موضوع البضاعة التانية دي خالص. انت هتسوق الهبل على الشيطان هلا منك لو؟ الله يسامحك يا باشا الله يسامحك. هتقول البضاعة فين وإلا؟ ولا ايه يا باشا؟ هتعملوا فينا ايه أكتر من اللي كنتوا هتعملوه دلوقتي؟ ايه؟ هتموتونا مرتين؟ انت هتتكلم ولا افرغ ده في دماغك؟ لو عملتها يبقى عمرك ما هتشم البضاعه دي تاني. يبقى افرغه في دماغ صاحبك. اتكلم يا حربي رشوان دي مجنون. اسمع الكلام يا حربي وقول الحاجه فين. وعند انت يا حربي الراجل ده مجنون وكده كده هيموتنا. يبقى نموت احنا ويموتوا هما بحسرتهم على البضاعه اللي عمرهم ما هيشوفوها من غيرنا. كده حلو. يبقى انت كده جبته لنفسك. رشوان هاتوهم وحصلوني بيهم على جوه من غير ما تأذوهم. ماشي يلا يا اخويا. يلا حبيبي. يلا يا خفيف اطلع. خش خش يا حبيبي خش. اسمع يا ابني انت وهو احنا عارفين البضاعة معاكم. قولولنا على مكان البضاعة فين وانا مستعد ما اخليش حد يمسكه بسوق. طب وايه اللي يضمن؟ انا هديكم كلمة شرف. شوف يا باشا حكاية كلمة شرف دي ما تاكلش معانا لمؤاخذة بس انا هريح قلبك على الاخر. البضاعة عندنا وفي الحفظ والسوق. عندكم؟ عندكم فين؟ ما تنطرد منك لو بدل ما جلت تشلقه. طب لازمتها ايه طب طولة اللسان دي؟ اسكت يا رشوان. يا عادل بيه دول ما يغوش. اخلط خالص انت اسكت. اه حربي ما قلتيش البضاعة فين؟ البضاعة عند واحد صاحبنا يا باشا ومعاه جواب صغير. لو احنا ما رجعناش قبل اذان الفجر هيسلم البضاعة بالجواب للبوليس. والجواب ده بقى فيه كل حاجة عن البضاعة واسماء اصحابها كله يا باشا. بيتهيألي يا باشا يعني انت ما تحبش ان البوليس يتدخل ما بيننا وما بينك. نخلي الطبق مستور احسن يا باشا مش كده ولا ايه يا باشا؟ خدوهم على بره وما حدش يقرب لهم لغايه لما اخرج لكم. يلا يا اخوان. هو خلي بالك يا باشا انا مش مسؤول على اللي هيحصل لو ما رجعناش قبل اذان الفجر. ماشي يا حبيبي. يلا يا اخويا. يلا بابا. يلا يا حبيبي. يلا يا عم. يلا بره. وبعدين يا عدل بيه هنتصرف ازاي دلوقتي؟ يا جماعه انا شايف ان انتوا تسيبوا الموضوع ده ليا. انا هقطع من جسمهم حتت لغايه ما يقروا ويقولوا البضاعه فين. المساله مش عافيه يا رشوان. دول عيال صيع مهما تعمل فيهم مش هينطقوا بكلمه. خلاص روحهم بقت في البضاعه. ده غير الجواب اللي معاهم هيودوني بيه في 60 داهيه. جوابات بس ايه اللي انت بتتكلم عليها يا عنتر؟ ده كله تهويش في تهويش. وافرض بقى حقيقي المسائل لازم تتاخذ بمنتهى الحرص. صح صح يا عدل بيه. احنا كنا فاكرين انهم مش عارفين حاجه عن البودره. طلعوا انهم عارفين وفاهمين وعاملين حساب كل حاجه. ايوه احنا عشان كده لازم نعمل حساب كل حاجه. يعني ايه نسلم رقابينا لشويه عيال جرابيع زي دي ونفضل تحت رحمتهم؟ الموقف بقى متعقد خالص. انا هكلم الباشا. مساء الخير يا سعادة الباشا. أنا آسف إن أنا بتصل في وقت متأخر زي ده بس الحقيقة يعني في حاجات جدت كان لازم أبلغ سعادتك بيها. تفتكر هنخرج من هنا على رجلنا يا عم حربي ولا على نقنا؟
ولا يعملونا صبت مسلح في عمارة فخمة من العمارات دي كلها. تفائل يا عم زين، تفائل وبطل تشاؤم. بقول لك ايه يا عم مفيد؟ ايه؟ ليش معاك سيجارتين كده يا عفار ومانا وزين؟ نفسك هفاك قوي على سجارة؟ يا عم ده المحكوم عليه بالإعدام بينفذوا له آخر طلب هو عايزه. من عينيا الاتنين. كويس يا سيدي. سيجارة واحدة؟ حلوة. ولع. تشكر يا ذوق. امسك. حصلت الموت كمان. نفخ يا زين، نفخ وسبحان الله. كله على الله يا عم حبيبي، كله على الله. تمام يا باشا، تعليمات سعادتك هتتنفذ بالحرف الواحد. مع السلامه يا باشا. تعليمات ايه اللي الباشا قال لك عليها يا عدل بيه؟ ما تتكلم يا عدل بيه. الباشا بيقول ما دام الولدين دول لجأوا لعنتر من الاول، يبقى عنتر هو اللي خلص الموضوع ده بطريقته ويرجع البضاعه. يا سلام، يعني ايه بقى عنتر يمسك الموضوع كله لوحده؟ ده كلام تخريف، كلام فارغ. لم لسانك، نسيت نفسك ولا ايه يا رشوان؟ تعليمات الباشا الكبير، تعليمات الباشا الكبير واضحه، ولا عندك اعتراض؟ لا 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 عدل بيه، مفيش اعتراض ولا حاجه. هو في حد مننا يقدر يعترض على تعليمات الباشا الكبير؟ ده تعليمات الباشا الكبير سيف فوق رقابينا كلنا زي سعادتك ما قلت، مش كده ولا ايه يا رشوان؟ طبعا طبعا. عنتر، الباشا بيقولك لازم تخلص الموضوع ده بهدوء ومن غير شوشره وباسرع وقت. قول للباشا يطمن، كل الطين اللي حصل لاذي هنخلصه منه ومن غير شوشره كمان. اسيبكم انا بهوات، تصبحوا على خير. تمام، على السلامة يا بيه. سلام عدل بيه.